احنا النهارده بنفتتح مبنى الاداري لنقابه المحامين بالمنيا، وده اول استحقاق احنا بنحصل عليه في خلال المجلس ده. وان المبنى دوت مبني عباره عن بدروم وارضي وسته ادوار، مخصص منهم ثلاثه ادوار للاستثمار، باعتبار ان احنا اي مبنى النهارده احنا محتاجين علشان خاطر ندعم النقابه وندعم صندوق المعاشات ونشيل العبء عن النقابه، ان احنا بنخصص جزء منه ان احنا بنستثمره. احنا عاملين دور بدروم وارضي واول دور للتاجير لاحد البنوك، واحنا في طريقنا للتاجير، ودورين مخصصين للنقابه عباره عن قاعه ودور اداري لمبنى النقابه، وفي دورين احنا بنحاول ناجرهم يا اما عيادات طبيه برضو بتخدم المحامين. النهارده بالنسبه لنا يوم عيد ويوم تاريخي في نقابه المحامين. المبنى اللي احنا كنا دايما بنحلم بيه وبنقول لاولادنا واسرنا شوفوا مجلس النقابه، شوف معالي النقيب العام عمل ايه بالظبط، انجز لنا مبنى طال سنين بينا وطال ان احنا نحلم بيه سنوات طويله. ده الحلم اللي احنا كنا دايما بنحلم به، اللي نجح معالي النقيب العام الاستاذ سامح عاشور ومجلسه الموقر نقابات الفرعيه نقيبا واعضاء في انهم يشيدوا هذا الصرح وينضم لانجاز من الانجازات معالي النقيب العام ولمجلسه الموقر. فكل تحيه وكل احترام لمعالي النقيب ولمجلسه الموقر. قرار النقابه ده حلم عشته اكثر من 25 سنه، والصراحه كنت فاكر انه مش هتحقق في حياتي، الحمد لله نفعها. اما فيما يتعلق بازاي اداره المقر، لازم يكون في جانب استثمار، لان النهارده النقابه محتاجه انها تصرف على انشطه المحامين، تدريب محامين الجدد، معاهد المحاماه، كلها عايزه فلوس، وبالتالي الحاجات دي لما نستغل جزء منها في الاستثمار هيساعد النقابه في انها تؤدي عملها على كامل وجه. النهارده ان شاء الله ربنا يسهل النقيب العام يفتتح عندنا مقر النقابه الجديد، وهي ده حجر الاساس ليه، اللي هو مبنى عباره عن المبنى الاداري ومكاتب استثماريه وجزء منه استثماري، اكيد طبعا العائد بتاعه هيرجع على المحامين وهنستفيد منه ان شاء الله. وطبعا احنا مبسوطين جدا. هو دي تعتبر من انجازات النقابه العامه، نقابة محامين المنيا وجزء منها الاستثمار، ودي كانت من ضمن إنجازات كتيرة للمجلس الحالي، ومن ضمنه يعني يعتبر تنقية جداول المحامين، دي كانت هدف كبير بالنسبة للمحامين. بنوه على من لا يشكر الناس لا يشكر الله، بنعتز جدا جدا بمعالي النقيب وبما تم من إنجازات في خلال المدد السابقة الخاصة بي والمدة الحالية لي، كم إنجازات غير عادي لنقابة المحامين لرفعة المحاماة والمحامين، من ضمنها أنا بكرر جزء من كل النهاردة نادي نقابة المحامين ومبنى نقابة المحامين. وده كان حلم طويل جدا بقاله 25 سنة كنا بنحلم بيه، وتنفذ في عهد معالي النقيب، وتشرف لينا وشرف للنقابة أن ده يكون نقيبنا، ومشرفنا بزيارة اليوم وعمل مؤتمر بعد الافتتاح، فدي حاجة كبيرة علينا جدا حضور النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة. طبعا احنا النهارده في يوم عرس طبعا لكل محامين المنيا عامة، النهارده افتتاح نقابة المحامين، حلم انتظرناه طويلا، كنا مستنيين حاجة زي كده تواجه المحامين، حاجة تشرف كل المحامين المنيا عامة. وطبعا احنا بنشكر معالي النقيب سامح عاشور وكل المجلس الموقر على افتتاح المبنى الجديد لنقابة المحامين، وان شاء الله يكون اضافه لكل محامين المنيا باذن الله ان شاء الله. شيء عظيم طبعا وانجاز يذكر ليه، وغير كده الانجازات الكثيره اللي قام بها السيد النقيب خلال الفتره الماضيه للمنيا ولجميع محافظات مصر ولجميع محامين مصر. وطبعا في جزئيه احب اشكر السيد النقيب عليها، وهي تخصيص جزء استثماري من نقابة محامين مصر، ولذلك اللي تعود فائدته على المحامين جميعا.